mouth and me. الفيلم بيبدأ بأم اسمها فيرجيني، ولأن جوزها متوفي كانت بتطلع كل طاقتها في الشغل عشان تقدر تصرف على ولادها، وكان عندها مزرعة جراد وكانت بتبيع الكيلو ب10 جنيه عشان تجرجر رجل الزبون، بس كانت بتعاني من مشاكل كتير ومنهم إن الجراد حجمه قل وبقى يموت وما بقاش يبيض بكمية كبيرة زي الأول، وبالتالي مش هتلاقي إنتاج ومش هتلاقي فلوس تصرف بيها على ولادها. بسرعة كلمت واحد صاحبها كان عنده مزرعة وحكت له عن المشكلة، فقال لها زودي كمية العشب والماء اللي بيستهلكها وهيبقى كويس. في اللحظة دي ابنها كان عايز يروح تدريب الكورة، فبعتت بنتها لورا معاه عشان مش فاضية. لورا وهي واقفة بتتفرج على اخوها كان في شباب بيتنمروا عليها عشان عندهم مزرعة جراد، وبيقولوا لها ما تسيبك من الجراد وتربوا نحل على الاقل شخيتهم زي العسل. في الناحية التانية كان في تاجر عايز يشتري منها جراد، فعرضت عليه يدوق واحدة قال لها لا انا باكل صراصير بس. المشكلة لما لقى عندها كمية قليلة قال لها هاخد بنص السعر والا مش هشتري. بعدها وهما بيجهزوا اكل الجراد قالت لبنتها ان التاجر ما اشتراش منها عشان الكمية قليلة، اتصلت بصاحبها كريم وطلبت منه فلوس لاخر الشهر وطلبت منه ما يعرفش حد. وغصتن ابنها كان مربي جراد وكان بياكله كل يوم، وطلع جراده يلعب بيها لكن اتفاجئ انها بتاكل في ايده. بعدها خرج مع عمه واخته وهما بيوزعوا الشغل، بس خاف يعرفهم انها عورت صباعه. المهم قاعدين مستنيين امهم في العربيه، لورا اتفاجئت بالعيال اللي كانوا بيتنمروا عليه وراحت مسكت في خناقه وضربته باللكمه في وشه، يعني بالبوكس يعني بالاجنبي. بسرعه امها اتدخلت وحشتهم عن بعض وخدتها ومشي. المشكله ان لورا بقت نفسيتها تعبانه وكانت داخله على حاله نفسيه. فيرجين قعدت تفكر في حل، وبعدين قررت انها تبيع الجراد اللي عندها كله وتخلص منه. المشكله ان التاجر اللي كلمته كان عايز ياخده برضه بسعر قليل، فقالت له انها بتصرف على اولادها ومحتاجه الفلوس، فقال لها هفكر وارد عليك. ودخلت لبنتها وقالت لها انها هتبيع الجراد كله وتاخد الفلوس تعمل بقى مشروع تاني، وقالت لها هنتنقل لمكان تاني وهنبدا حياتنا من اول وجديد عشان محدش يتنمر عليك. تاني يوم راحت المدرسه، واول ما شافت الولد اللي بيضايقها قالت له هنتنقل من البيت كمان شهر ومش هنشوف خلقتك تاني. بعدها التاجر اللي هياخد البضاعه كلها وصل لكن لقى الجراد حجمه صغير، فقال لها السعر هيقل عن اللي اتفقنا عليه. فيرجينا حست انهم بيذلوها ومش عايزين يشتروا منها، راحت متعصبه وراميه البضاعه كلها على الارض ودخلت المزرعه وفضلت تكسر في كل حاجه قدامها. اول ما فاقت اتفاجئت ان الجراد كله دم وبياكل في جسمها. وولادها حسوا انها متغيره وقاعده ساكته طول الوقت، بس حاولت تدار الموضوع وتعاملت معاهم عادي عشان ما يقلقوش منها. بالليل قعدت مع كريم وقالت له انها هتبيع الجراد كله وهتغير المشروع خالص، فنصحها انها تشتغل ممرضه، وسالها عن الجرح اللي في ايديها فقالت له انها اتحرقت من البوتاجاز وسابته ومشي. وقبل ما تدخل البيت راحت تبص على الجراد، اكتشفت ان حجمه كبر عن الاول وكميه البيض زادت بشكل ملحوظ. تاني يوم عملت الفطار لاولادها وجهزت لهم الشنطه عشان يروحوا المدرسه، واول ما مشيوا عملت اللي محدش يتوقعه، راحت للجراد لقته في حاله نشاط كبيره فدخلت له ايديها عشان ياكل من لحمها، وبعدين نظفت الجرح من بواقي الجراد وربطت ايديها. تاني يوم لبست بدله عشان تحميها ودخلت تبص على البيض، لقت الكميه بتزيد كل يوم عن اللي قبل، فقررت توسع المشروع وتبني خيمه تانيه تعزل فيها الاناث. وبنتها كانت متضايقه لان بالطريقه دي هيفضلوا عايشين في المكان ده على طول والولاد هيفضلوا يتنمروا عليها. وابنها وهو بيتفرج على الجراد كان مستغرب لان حجمه كبر عن الاول، فقالت له اياك تخش عندهم لوحدك بعد كده، وطلب منها تديله جراد عشان يحطه مع الجراد اللي عنده. بالليل وهما بياكلوا لورا قالت لها انت مش قلت اننا هنسيب المكان ونمشي؟ فقالت لها الموضوع مش بالبساطه دي، انا عليا فلوس لناس كتير ولازم اسددها. قالت لها مشكلتك انت مش مشكلتي انا. فقالت لهم ثقوا فيا للمره الاخيره، لكن بنتها سابتها ومشي. تاني يوم الجراد اللي ابنها خده من المزرعه كان الجراد القديم كله، وفيرجيني جمعت اليرقات الصغيره في كذا علبه عشان تفضي مكان للبيض الجديد، ورشت على ايديها بنج عشان ما تحسش بالوجع وهما بياكلوا في جسمها. وبعد فتره قليله بقت تنتج كميات كبيره وحجم الجراد بقى اكبر من الاول، وراحت للتاجر اللي كان عايز كميه كبيره وبعت له 450 كيلو، وقالت له الكبد والقوانص في شنطه لوحدها. واول ما بقى معاها فلوس كلمت واحد يجيب لها 30 لتر دم عشان تاكل الجراد والانتاج يزيد اكتر واكتر، وفعلا الدم وصل وكانت بتحط عليه دقيق عشان يبقى لزج.
وبعدين قالت لبنتها شولنا شوية نتغدى بيهم، وابنها كان بيلعب بالمازة بتاعته. تاني يوم لولا كانت قاعدة مع جارها وامها بابا بتوزع البضاعة، فقال لها انت مش قلت انكم هتتنقلوا من المكان؟ قالت لأم رجعت في كلام، قال لها المشكلة ان الجراد بيطلع صوت صرصرة حادة بالليل ومش بنعرف ننام بسبب. لولا حست بالعار وان الناس كلها بتستهزأ بيها، وخدت السكينة وبوظت المشت. فرجيني اول ما وصلت ابنها قال لها الجراد خرج من المشتل ولورا مش موجود. بسرعة نزلت تبص على المشتل، اكتشفت انه مقطوع بفعل فاعل. المهم خافت ليأذوا حد وطلعت تدور عليهم بالعربية. اتفاجئت انهم كلوا المعزة بتاع ابنها، وما كانتش عارفة هتحل المصيبة دي ازاي، فدفنت المعزة عشان ابنها ما يشوفهاش. واول ما وصلت البيت كانت شاكة ان بنتها اللي عملت كده، ولما سألتها وتأكدت انها اللي عملت كده حبستها في اوضتها وقفلت عليه. وخدت ابنها وخرجوا يدوروا على المعزة عشان يتأكد انها تهب بنفسه، بالرغم من انها هي اللي دفنها بايديها. وبعدين صالحت بنتها وخدتهم البحر عشان يبلبطوا في المية ويلعبوا مع السمك، وجابت لها فيس بهدية عشان تفرحها وتروح بقى المدرسة. وكلمت الراجل اللي بتشتري منه دم، بس المشكلة انه قال لها لازم يبقى معاك رخصة عشان ابعتلك تاني. نفسيتها تعبت ومش عارفة هتأكل الكمية دي كلها دم ازاي، وللأسف اضطرت تديله دم من جسمها عشان الانتاج ما يقفش وتقدر تسدد الديون اللي عليه. بعدها قعدت مع نفسها وفكرت في حل، لان لو فضلت تشربهم من دمها هيجي لها هبوط وتموت، وسرقت كلب من المزرعة اللي جنبها. واول ما النهار طلع مسحت مكان الدم عشان ما يبقاش ليه اثر. في اللحظه دي التاجر جالها وجاب معاه تاجر كمان وطلبوا كميه كبيره. تاني يوم خرجت تدور على اي حاجه تقتلها عشان توفر لهم دم باي طريقه، وفعلا ذبح البقره وخدت دمها. بعدها بيوم بنتها بتصحيها قبل ما تروح المدرسه، لكنها كانت تعبانه بسبب كميه الدم اللي خرجت من جسمها. المهم لما خلصت المدرسه وروحت البيت اتفاجئت بدم على هدوم امها. بسرعه جريت على المشتل تدور عليها، اتفاجئت بالجراد بياكل في جسمها. لورا جالها صدمة عصبية وقفلت على نفسها وفضلت مصدوم. وكريم هو شغال في المزرعة بتاعته واتفاجئ بلورا بتقوله تعالى البيت ضروري عشان في مشكلة. واول ما وصل لقاها دخت وكانت هتقع على الارض، فقال لها لازم تاكلي عشان انت دايخة وعندك هبوط في الدورة الدموية. ولان لورا كانت بتبصلها بطريقة غريبة فحست انها عرفت حاجة. وكريم لما لقى لورا لوحدها سألها ايه اللي حصل، قالت له لازم نتخلص من الجراد في اسرع وقت. في اللحظه دي فرجيني طبط عليهم وقالت لهم بتتكلموا في ايه. كريم غير الموضوع وقال لها انت مش شايفه بنتك حالتها عامله ازاي؟ فقالت له احنا كده كده كلها يومين وهنمشي من المكان ده خالص. في الناحيه الثانيه صاحب الكلب اللي الجراد كله كان بيدور عليه، بس المشكله انه دخل يدور عليه جوه المشتل. وكريم كان ماشي بالعربيه بس افتكر لورا لما قالت له لازم نتخلص من الجراد، فدخل المشتل يشوف في ايه بنفسه. اتفاجئ بجثه صاحب الكلب، واول ما خرج فرجيني قالت له كنت بتعمل ايه جوه؟ ما ردش عليها وجرى على العربيه بتاعته، فسابته وطلعت لبنتها وقالت لها انت قلت له ايه بالظبط. في اللحظه دي كريم جاب بنزين من العربيه وولع في المشاتل كلها. المشكله ان الجراد كان بيخرج من وسط النار من غير ما يموت. بسرعه دخل لورا في البيت وقفل كل الشبابيك والابواب عشان ما يدخلوش، وفرجيني كانت واقفه عماله تطفي في الولعه بره. وبعد ما خلصت جريت على البيت عشان تطمن على بنتها، بس للاسف كريم الجراد كل جسمه كله، ولورا فضلت تجري من الخوف لحد ما وصلت لبحيره بعيده ونزلت بسرعه في الميه عشان عارفه ان الميه بتموتهم. وفرجيني اول ما لقتهم اتلموا على بنتها وهياكلوها قررت تضحي بنفسها وتنقذ بنتها، وعورت ايديها وغرقت وشها دم عشان يهجموا عليها هي ويسيبوا بنتها. ساعتها لورا كانت اول مره تبقى فخوره بامها عشان ضحت بنفسها عشانها. المفاجاه ان امها لسه عايشه والجراد كله مات في الميه. اشوفكم الفيلم الجاي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة تظهر لكم أول بأول، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تسيب اللايك الجميل بتاعك عشان تشجعنا أعمل لكم فيديوهات أكتر.